المنتجين، المنتجين المصدرين ديال الخضر والفواكه. المهم هذه الحملات التحسيسيه جات في واحد الظرفيه اللي عرفت البلاد ديالنا واحد ارتفاع ديال واحد العدد ديال الحالات ديال الاصابات بالفيروس ديال الكوفيد 19، ورتأينا بشراكه مع واحد مع الولايه ومع الجهه ومع العملات ديال الشتوكايت بها انزكانيت ملول ترودانت، كذلك بتعاون وطيد مع المديريه الجهويه للفلاحه والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وكذلك المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه، ارتأينا انه ننظموا بشراكه مع الجميع واحد الحمله تحسيسيه للحد من انتشار هذا الوباء داخل الضيعات الفلاحيه وداخل وحدات الانتاج. الهدف ديالنا بسيط، لانه نحن على ابواب موسم فلاحي جديد والقطاع ديالنا كيعرف واحد العدد ديال الاكراهات، كيعرف على هذه المشاكل، وما بغيناش يكون عندنا مشاكل اخرى اللي غادي يسبب لنا مثلا هذا الفيروس هذا الفتاك. اذا هذه الحملات تستهدف ارباب العمل، تستهدف كذلك العمال والعاملات داخل الضيعات، العمال والعاملات والتقنيين والاطور ديال وحده الفيف والوحدات الانتاجيه. والهدف ديالنا هي الحفاظ على السلامه والصحه ديال المواطنين ديالنا وديال العمال، وكذلك نحافظوا كذلك على فرص الشغل، لان هو القطاع هذا كما كتعرفوا منذ بدايه الحجر الصحي هو يعني خدع العاتق انه يواصل العمل ديالو، والحمد لله ما كان لا فصل العمال، بالعكس خدمنا بطريقه عاديه رغم الصعوبات ورغم كل المشاكل، وتمكنا اننا نزودوا الاسواق المغربيه على الصعيد المحلي على الصعيد الجهوي على الصعيد الوطني بطريقه مسترسله بواحد العدد ديال الخضر والفواكه، والحمد لله لم يعرف السوق لا نقص في هذه المواد المنتوجات الفلاحيه. وحنا اليوم غادي نكملوا المسيره ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نحاولوا ما امكن انه نتجنبوا الاصابات داخل الضيعات، وفتا في حاله ما اذا كان شي مشكل غادي يتعالج بطريقه يعني هي معقلنا، لانه غادي نخدموا على طريقه مجموعات متفرقه، ونحن في وسط البيوت المغطاه كنخدموا بواحد العدد ديال الخدمه اللي هو قليل جدا، دونك التباعد الفيزيك ماشي الاجتماعي، الديستانسياسيون فيزيك كاينه، الناس كيعقبوا يديهم، الناس كيديروا الكمامات ديالهم، دونك خصنا كذلك غادي نديروا واحد التحسيس في الاسواق في الموقف مع ارباب النقل وكذلك في محل التجمعات ديال العمال وفي الدوار وفي الفيلاجات اللي ساكنين فيهم هاد العمال هادو، دونك غادي نديروا واحد التحسيس. الهدف ديالنا من هادشي كله هو انه خصنا نقنعوا هذا المخاطب ديالنا انه ينخرط، ولا انخرط ما يمكن الا تنجح العمليه، خصو يعرف خطوره هذا الفيروس الفتاك، لانه يقدر يقتلوا حتى الا كان هو عندنا نعاء، يقدر يقتل والديه، يقدر يقتل معز عليه، يقدر يقتل احبابه، يقدر مراته مو. اذا الا كان الانسان وعى بلي انه هذا الفيروس ربما كاين ناس ما عندهمش اعراض وكاين ناس ما عندهمش مشاكل، ولكن هاد الناس اللي كانوا حاملين الفيروس راه يقدروا يخلقوا مشاكل كبيره للناس اخرين اللي عندهم امراض مزمنه لا القلب ولا واحد العدد ديال المشاكل. اذا الهدف ديالنا هو انه نقنعوا هذا العامل وهذا الفاعل في القطاع وهذا رب العمل وهذا ارباب النقل انهم يقتنعوا وانهم ينخرطوا في هذا استعمال هذه الوسائل الوقائيه والوقايه من هذا الفيروس الفتاك. هذا ما كاين.